حرائق، تسممات، حالة غرق كثيرة، وخسائر بشرية ومادية بمختلف الأحداث التي شهدها صيف 2021، لا سيما تلك المتعلقة بالحرائق التي أتلفت الغطاء النباتي في كثير من الولايات، ناهيك عن حالة التسمم والغرق التي تدخلت فيها مصالح الحماية المدنية. تجنباً للأضرار والمخاطر المتعلقة بموسم الاصطياف، سخرت مصالح الحماية المدنية مخططاً وقائياً مع تشكيل حزام أمني على مستوى كل الولايات تحسباً لأي طارئ. يدخل حيز التنفيذ في وسط يعني العملية التحسيسية الأجهزة العملية الميدانية التي نخصصها للحماية المدنية، لا سيما فيما يخص مكافحة الحرائق. نبدأ أثناء عملية الحصاد يعني بمرافقة الفلاحين بتخصيص لهم شاحنات إخماد من الأرتال المتنقلة حتى يتم تشكيل حزام أمني وتدخل سريع عند حدوث الحرائق وإخمادها عند بدايتها ومنع يعني تسجيل خسائر في المحاصيل الزراعية. مخاطر عديدة تؤدي إلى خسائر كبيرة سواء على مستوى الغابات أو الشواطئ، والتي تعود بضرر فعل المصالح المعنية، تشكيل خلية معنية مع تكثيف الحملات التحسيسية للوقاية من هذه الحوادث.